نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كل التحية ليك يا كابتن أيمن وضيوفك الكرام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب نهاية اللقاء الأهلي والبنك الأهلي بتعادل سلبي بدون أهداف، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراة صعبة في أجواء صعبة، ظروف طقس وأمطار غزيرة على الملعب، وبعض يعني علامات الاستفهام على التحكيم النهاردة، تعقيبك إيه على المباراة النهاردة؟ يعني طبعا الحمد لله على كل شيء. طبعا مباراة كانت مهمة جدا إن احنا ناخد فيها 3 نقاط، لكن هي الكورة كده يعني. الحمد لله على كل شيء. أنا مش هتكلم كتير على أي حاجة، لأن في حاجات بتبقى الصراحة يعني مش عايز أنا أتكلم فيها، لأن واضح إن أي حد بيتكلم في المنظومة يعني ممكن يبقى هتبقى الدنيا صعبة بالنسبة له يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله بس محتاج إن أنا مش استفسار يعني، اعتبره طلب من النادي الأهلي، اعتبره طلب من النادي الأهلي وجهاز الكرة في النادي الأهلي، إن يعني أنا النادي الأهلي اوكي، واخد البطوله 42 مره، واخد بطوله افريقيه الاخيره يعني، المفروض اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي واكبر شعبيه موجوده في افريقيا وشعبيه ممتده للعالميه. من يعني بس مش بسال، بلعب 7 مباريات، كم حكم دولي جالي في 7 مباريات؟ كم حكم دولي في 7 مباريات للنادي اللي بيحمل الارقام دي كلها؟ بس هو سؤال محتاج كابتن وجيه احمد شخصيا يرد عليه، مش اي حد تاني. هو مش ناقد يا كابتن وجيه بس عشان العمليه ما تبقاش فيها غرامات وفيها حاجات تانيه بتروح في سكه تانيه. انا بقول لحضرتك احنا واخدين 42 دولي، لو انت يعني احنا النادي الاهلي، اسمنا النادي الاهلي، اكبر شعبيه موجوده في مصر، اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي، اكبر شعبيه موجوده في افريقيا، اكبر شعبيه موجوده في الشرق الاوسط كله. بالبطولات دي كلها، بالامكانيات دي كلها، بالتاريخ ده كله، كم حكم دولي في 7 مباريات جالي؟ كم حكم دولي؟ كم حكم دولي؟ سؤال بريء جدا، بسيط جدا، سلس جدا. كم حكم دولي حكم للنادي الاهلي في 7 مباريات؟ المفروض يعني في العالم كله على فكره، مش تقاليد يعني مصريه عربيه بننفرد بيها يعني. برشلونه وريال مدريد ومانشستر وليفربول والانديه دي كلها لما بيلعبوا في الدوري بتاعهم معظم الحكام بتبقى هي صاحبه الشاره الدوليه. انا بسال حضرتك كم حكم دولي في مباراه المقصة جالي كابتن ابراهيم نور الدين دولي، في مباراة المحلة جالي كابتن طارق مجدي مش دولي، في مباراة الاتحاد جالي كابتن جهاد جريشة. يعني بغض النظر احنا يعني بغض النظر على الموضوع ما بين كابتن ابراهيم وكابتن جهاد، لكن في النهاية انا بتكلم على الحكام الدولية. في مباراة الاتحاد جالي كابتن جهاد جريشة، في مباراة وادي دجلة جالي كابتن احمد الغندور، في مباراة سيراميكا جالي كابتن محمد يوسف، في مباراة الإنتاج الحربي جالي كابتن مين اللي كان بيحكم لي كابتن في مباراة الإنتاج الحربي؟ كابتن محمد عادل. النهارده بيجي لي كابتن محمد سلامة ميدو. أنا بسأل سؤال ومحتاج حد يرد عليا يعني، أسوة بقى أو مقارنة يعني، كام حكام دولية بتشارك؟ يعني أنا كابتن محمد عادل، كابتن محمد عادل مش نقد على فكره، احنا بنتكلم براحه وببساطه وبنضحك يعني، مفيش مشكله. بغض النظر عن الكره جت جول ولا مش جول، ولا هي حاجه ولا فيها اي حاجه، انا وجهه نظري الشخصيه، انا مش حكم. حد يطلع يقول لي الراجل بهاء مجدي ما عملش اصلا يعني، ما حاولش الارتقاء اصلا، ده بهاء مجدي ما ارتقاش اصلا يعني، رجليه ما طلعتش على الارض. عشان لو اي حد يطلع يقول لنا، احنا مش حكام يعني، احنا مش حكام خالص، بس يعني محتاجين 5. ده كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول عليها انها جول، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول انها جول. واحد ما ارتقاش اصلا، ما ارتقاش، ما طلعش من على الارض. المطلوب ان انا ايه؟ والكره في مستوى كده يعني، في المستوى ده تمام، وانا ما ارتقتش من على الارض، واحد من وراء المفروض هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ سند ولا ما سندش؟ ولو الامر بالنسبه لنا برضو كوره، نفس الكلام، انا بستشهد بس مش اكتر، نفس الكلام. جول نادي الزمالك هو صح على فكره مش غلط، في الرجاء هو نفس الجول، ممكن يبقى ده احسن كمان، في هناك في المغرب لو تفتكر بتاع اشرف بن شرقي، جول صحيح 100%، نفس الكلام. السنه اللي فاتت في كوره في نفس الملعب ده، في نفس الملعب ده، في اخر ثانيه برضو كانت ما بين تقريبا الحرس والزمالك، والونش طلع وهو اللي لعب الكوره،
وقالوا طالما لعب الكره يبقى ما فيهاش اي حاجه خالص، لان هي في مستوى واللاعب ما لعبش اصلا، ما طلعش اصلا من على الارض خالص. طب دي فيها ايه يعني؟ دي فيها ايه؟ انا كنت بكلم على كابتن محمد عادل. كابتن محمد عادل اخر مباراه حكمها لنا، وحكم كويس جدا على فكره، جدا. اخر مباراه كانت حكمها لنا كان يوم 11/3 يا راجل، 11 مارس السنه اللي فاتت، 11 مارس جالنا السنه. اه والله ما حكمناش تاني، وهو راجل كويس جدا على فكره. انا مش بنتقد حد خالص، بس عشان ما حدش هيوديني لجنه الانضباط، انا ما بقولش حاجه، انا بقول لك كم حكم دولي حكم لنا، وبسال حكم لنا في الفتره اللي فاتت، وبسال بالراحه هل دي فيها حاجه يعني؟ بعد ما استعين بالفار ولا حاجه، وواحد هيقول لك اصل هو ساند، تمام. انا استشهدت بحاجتين، وحكامنا كابتن احمد الشناوي، كابتننا الكبير، وكابتن جمال الغندور، وكابتن عصام عبد الفتاح، قالوا على الهدف بتاع الزمالك في الرجاء صحيح، وانا بقول ان هو صحيح برضو، لان ما فيش حاجه. واحد ما ارتقاش اصلا، ما طلعش ما طلع، سيبك ظهر الكره، مش ظهر الكره، ما خلاص ما انا في مستوايا انا وانت بنلعب، اوكي، انا سابقك، الكره عاليه ومتناولي ومتناولك، انت ما طلعتش اصلا من على الارض، انت ما طلعتش من الارض. لازم طبيعي واحد هيعلى كده، فاللي هيعلى كده عشان يلعب بدماغه يعمل كده، ده وضع تشريحي بحت، زي بتقول في ضربه الجزاء، ضربه الجزاء واحد عمل ايده كده وواحد عمل ايده كده، ده وضع تشريحي بحت، يعني ايديك طالعه من جسمك. انا اشوف ان هي جول صحيح ما فيهاش حاجه خالص، وهتجيب الصوره اصل هو ساند كده. انا بدي لك المثالين، واللي هيطلع يقول الكلام ده النهارده يا ريت الناس تجيب له بس هو قال ايه في الهدف بتاع بن شرقي، لان هو صحيح انا بقول لك ان هو هدف صحيح طبعا، بس عشان ما يبقاش حد بيقول ان انا بقول لا ده هو هدف صحيح 100%. لكن اي حد هيقول لي على هدف النهارده اصل بص مش عارف ايه، هات الكره اللي هناك، واحد ما ارتقاش من على الارض وواحد طلع جاب جول. ايه الحاجه الثانيه؟ ما اعرفش هل في ضربه جزاء ولا، انا اشوفها انها ضربه جزاء من وانا على الدكه يعني. لكن في النهايه يعني مباراه، طبعا مباراه كانت في المتناول جدا، مباراه ممكن نكون احنا يعني اثرنا فيها جدا، لان هي كانت مباراه يعني في المتناول زي ما قلت، لكن هي دي الكوره، كل يوم بتدي لك عبر ودروس يعني. تعقيبا على كلامك يا كابتن سيد، يعني هي معادله غريبه شويه، بنشوف حكام الدوريين حاجه بتطالب بيهم موجودين في الدوري الممتاز به، يعني انا لوغاريتم غريب شويه. انا بتفرج على، مع احترامي الكامل والله، مع احترامي الكامل طبعا، بس انا بتفرج على الزرقاء والترسانه ليه كابتن جهاد جريشه، كنت بتفرج على مباراه فيها البلديه تقريبا وحد ليه كابتن محمود عاشور، كنت بتفرج على مباراه ما بين حد تربي مش فاكر الامين حاجه كده، ولقيت كابتن محمود البنا يعني، فبتفرج على الدرجه الثانيه، بتفرج على حاجات في الدرجه الثانيه. انا بقول لك النادي الاهلي، انا حكم لي خمس حكام بحترمهم جدا، بحترمهم عشان بس ما حدش يوديني في حته ثانيه، اصل يعني الناس بتوديك في حته ثانيه، لكن انا بسال كابتن وجيه مباشره وش في وش، بساله انا النادي الاهلي ال 42 دولي وبطل افريقيا 9 مرات ورايح كاس العالم للانديه بروح 6 مرات، ما اعرفش كم حكم دولي بيجي لي في 7 مرات، مش حضرتك اللي بتعين الحكام، تمام، بغض النظر عن الكفاءه، لكن انا بتكلم على القيمه بتاعه النادي وهو بيلعب، تستاهل ان هو يروح لحكام دوليين ولا لا؟ طب لو حصلت مره في السبع اسابيع يجيب لي 2 بس، 2 من 7، 2 من اصل 7، كان يعني سؤال بس، هو من غير نقد يا كابتن وجيه، ومن غير نقد انا بسال حضرتك مباشر، مش بقول حد ولا بقول حاجه، انا بسال حضرتك مباشر كم حكم دولي؟ اطلع قول لي لا يا سيد، انت جالك 7 حكام دوليين، تمام، اسوه مثلا بحد بينافسني مثلا او الناس بتنافسك مثلا، جالهم كذا وكذا 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 وكذا، كلهم دوليين، كل الماتشات كلها، ده اللي على الفار دوليين، اللي على الفار دوليين، بغض النظر انا مش بنتقد تمام، ولا بهاجم، انا بسال الاسئله لرئيس لجنه الحكام مباشر، تمام، يعني انا كم حكم جالي دولي في السبعه دول بس. كابتن سيد نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد استفسارات كتير بطوبى الكابتن سيد عبد الحفيظ من مسؤولي الكابتن وجيه احمد ولجنه التحكيم المصري، يعني بشان اختيار الحكام اللي قاموا بتحكيم مباراه الاهلي الفتره الاخيره. ده كان لقائنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب نهايه لقاء الاهلي والبنك الاهلي بتعادل سلبي بدون اهداف. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوي وضيوفه الكرام.